السلام عليكم ورحمة الله أحبتي، أهلا وسهلا بكم في قناة ماجد. لعبنا آخر شيء لغاية ليفل 25، اليوم راح نكمل ليفلات كلها لغاية 35، فنبدي ب26. يقول تو من ميتينج، اثنين يتقابلون، اثنين متقابلين هم الهدف مالنا. اروح على اللي بعدها. ستة وعشرين، 27، وخر موازن شوي. ثيمن يعني يريد قتل ذول الثلاثة حامين. نقول نكست، نشن اللي بعده 28. هاي باللعبة الحقيقة فيها دعايات هواية، يعني كثير من الدعايات من تراب الرجال محاصرينهم الشرطة. يعني انت وظيفتك تساعد الشرطة. نيكست 29. فايف من ظروف توب، خمس رجال على السطح. نشوفهم خمس رجال على السطح. هذا ما يوقف. اكو اثنين فوق هنا بعد. هذا الاخير مش 30. من البريزنرز ذول لابسين ملابس سجن، سجناء طبعا هم الهدف مالنا. راحوا شردوا
31 اللعبة حلوة وجميلة يعني ما شن ذا هليكوبتر إذا تطق الهليكوبتر طيحها هي جاي تنجدهم النجدة مالتهم أو يقول لك مشنك هليكوبتر احنا على الهليكوبتر 32 استجتيكر ما اخذ له رهائن ولازم تكتله حتى تخلص الرهائن مشين 33 باك بكر اللي يشيل الحقيبة رجل اللي يشيل الحقيبة أربعة وثلاثين سكيبينج بيلدينج من سكيبينج بيلدينج اكو رجال شاردين من المبنى نازلين شايفينهم هم هاي الهدف مالنا وين راح نشاردين وين بقى مش 35 ماخذين 3 رهائن وهذا زعيمهم بالاخضر شايفينه اريد قتلهم وتخليص الرهائن زعيمهم راح يشرب جبته باخر لحظة اخر لحظة اخر لحظة جبته وبهذا نكون انهينا حبايبي المشينات الرئيسية اكو مشينات شوف كاتب كامون سون يعني آتية بالمستقبل أو قريبا من باكر مرة ثانية راح نبدي نلعب إن شاء الله باك هنقول باك لا أركيد انفتحت نلعب بريف هارت 7 مشنات نلعبهم كلهم مرة واحدة إن شاء الله إلى لقاء قريب أحبتي هذا أخوكم ماجد في أمان الله.